ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تواسع بها عين الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم وبارك وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضى ولكن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق ودولة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اهون علينا في شفرة الموت من أنجية النار والعفو بالحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim kita sama-sama bismillahirrahmanirrahim. Ingat nanti masuknya bersih, dah makan juga bersih. Kurang satu bu. Yaudah nanti, ini kayaknya ibu yang ambil nih, omongan.